تاني وتالت. هو يحيى النهارده اللي عمال ينكشني رغم ان انا النهارده على غير العاده هادي جدا وطبيعي. معلش يا حكيم، لا خد معلش، راحتك، خد راحتك، خد في اعضاء في مجلس اداره النادي الاهلي كانوا رافضين بقاء بيتسو موسيماني او رافضين التجديد لبيتسو موسيماني. اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي بيدخل لهم قرارات من لجنه التخطيط. مجلس ما لهمش راي؟ لا ما قلتش ما لهمش راي. الكوره لا إيه؟ طيب ما توديناش في جزئيه. يعني بيدخل لهم قرارات يعني لا. مجبرين يعرض عليهم، يعرض لا مجلس الاداره مفوض كابتن محمود الخطيب. ايوه مفوض فيصل في قطاع الكوره طبعا. يا استاذ حكيم انت عارف معاك كابتن حسام غالي، ومعاك كابتن حسام غالي طبعا. كابتن خطيب مشكل لجنه، لجنه التخطيط تمام، دي اللي بتدير قطاع كره القدم. هايل. حلو. هايل. دي بتاخد قرارات وتعرض او تاخد توصيات وتعرض على مجلس الاداره تمام. هنا لما تيجي تتكلم يا عضو مجلس اداره حضرتك في النادي وحضرتك استضفت من ناس كتير، يقول لك الكوره دي مع كابتن محمود الخطيب. مفهوم. فهيرفض ليه؟ وبعد كده بالعقل والمنطق هل يقدر حد يرفض؟ لا يعني انت بتقول، انت كنت لسه قايل دلوقتي انه كان في اصوات جوه اداره، جوه النادي مش جوه مجلس الاداره. مش جوه مجلس الاداره؟ لا لا مش جوه. طب معلش انا برضو انا مش بحاول ازنقك والله، يعني ايه اصوات جوه النادي مش جوه مجلس الاداره؟ هو عارف متاكد انه جوه مجلس الاداره. لا 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 مش جوه مجلس الاداره. طب لا لا نفهم نفهم يعني ايه، يعني ايه اصوات جوه النادي مش جوه مجلس الاداره؟ اصوات جوه النادي، اصوات يعني اصوات جوه جوه, جوه اداره. اعضاء عاملين يعني اعضاء عاملين خلاص. يعني انت كعضو فممكن تبقى من حقك تقول كده. اصوات جوه النادي بس انت بتتكلم في لجنه التخطيط وفي مجلس اداره صح؟ لو في اي طرف تاني يعني مش لازمه لجنه التخطيط دي ثلاثه. حلو. وكابتن حسام غالي اربعه. ثواني لو فيها عضو رافض. قصدك كابتن حسام غالي هو اللي رافض؟ لا انا ما قلتش كابتن، انا بقول بدي مثال. دول لجنه التخطيط اربعه، لو واحد منهم رافض يبقى دي اصوات، اثنين رافض يبقى دي اصوات،